مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. وصل دايلا للمالديف، حيث هي أول سفرة له لهناك، فنشر هي الصورة وكتب أخيرا سافرت المالديف، ونشر صورة تانية من هناك وكتب بما معناه الأشياء الحلوة تأخذ وقت. أما نارين بيوتي فاستعدت لسفرتها للسعودية وتحديدا للرياض بصبغ شعرها باللون الأحمر ولأول مرة، فهي مسافرة للسعودية لتحضر فعاليات موسم الرياض. لكل حبايبي وناسي اللي موجودين بالسعودية، طبعا من بكرة حيكون موجودة بموسم الرياض لأول مرة بحياتي. طبعا كتير متحمسة لهالشي، من أول ما بلش الموسم كلياتكم عم تقولوا لي تعالي تعالي. أول شي رح أعمله بالرياض هو أني حزور أكبر معرض سيارات بالشرق الأوسط، واللي هو معرض الرياض للسيارات. طبعا كتير متحمسة أكون هنيك، كتير متحمسة أعمل تغطية على اليوتيوب على الانستغرام. أما نور ستارز فهي متواجدة بدبي لحتى تكون بأون دي إكس بي اللي حيكون فيه عدد كبير من اليوتيوبرز مثل مها جعفر، هديل مرعي، ومجرم جيمز، وصفا سرور، وساندرا ساهي اللي حيكون إلها عرض خاص هناك. ونور حتحضر كتير شغلات خلال هالرحلة بس خلتها مفاجأة. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.